بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله انكم طيبين. معكم اخوكم سعد الدوسري، ومعنا حلقة جديدة من يومياتي البروكرافتية. خلوني بس افصل شاحن السماعة. ايوه كده مزبوط. اليوم حلقتنا بنروح للكهف اللي رحنا في الحلقة اللي فاتت. هنا اظن الطريق ذا يودي او لا، ما ادري والله، دخلنا ننزل من نفس الطريقة ذي و... يلا بسم الله. واو. بعد باقي كثير اظن، ولا خلاص؟ اظن خلاص. هنا المكان ذاك الكويس. زي ما تشوفون جبت باكيت مويه اثنين عشان اللافا، ونقدر نجمع الاشياء الباقيه وكذا. سبحان الله، الحلقه اللي فاتت كانت بتصير حرب وتحولت الى منجم، بس ما طولنا في المنجم. غالي يجيب جولد وامور، ما عندي جولد كثير. نحط المويه. طاك 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 طاك. اوه، كريبرات وزومبيات وامور واميرالد وامور. والله العظيم الكهف هذا ابن 60 كلب مره، يعني الممتاز. بس يبغالنا ننور، دامنا طفينا الامور هذه فيبغالنا ننور شوي. كليبر كليبر كليبر، اعطني وجه يا كليبر. اعطوني وجه زبدة. خلنا نكمل تطفية للأمور هذه، اللافيات والأشياء الشينة. نجي من الدايموند صح؟ أظن عاد يا رب نلقى دايموند زيادة. الحين في كم؟ في 11 كذا. أيوة طيب، ويا اني اسد المويه وهذا بيدرعم لي على طول، يا اني ممكن اني اقول اصبروا، هذا المويه انها تخوف، ذا اللافا تخوف. بس خلنا نحطها كذا كذا. طربك طربك. ايه وش اللاق ذا؟ طربك 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 طربك. سكذا. اكسر 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 اكسر. مستر زومبي اهلا وسهلا. احترق احترق يا عزيزي احترق. انت بجيك انا بطريقة متكتكة شوي، بس اصبر علي. بعطيك بلوك نوك باك حقي. اوف من ذا النذل. الله العظيم، يا انا بغيت اسبح في اللافا. اسبحك في اللافا الحين اوريك. يا 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 تعال تعال دير. طاح من البو. لا تنفجر لا تنفجر لا تنفجر. الله نظامكم النبايخ بعد. اثبت. لا 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 تنفجر لا تنفجر لا 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 تنفجر يا شيخ. لا تنفجر لا تنفجر. ما يقدر يوصلني. طيب اصبر انت تحس ب... وش ذا الكريبرات؟ وانا بعد قاعد تصرف من البو صرف مو بصاحي. يا شيخ بنت يا شيخ، شغلتنا يا روبن هود. اصبر كلوك باك ذا ولا ذا؟ هذا كلوك باك. تعالوا تعالوا، الله ما يعرف لكم الكنوك باك. تعال طر 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 انت ويا طر. ايش هو بعد؟ لا لا بغيت احترق بغيت احترق. لازم اطفي اللابة، ما ينفع النظام ذا ابد. شيخ مت يا شيخ. يا هي مليانة موبس مليانة موبس.
خلنا نرجع فوق. والله العظيم يا المكان مرة كبير، مرة 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 مرة. خلنا نحاول ننور من هنا ومن هنا، لعل وعسى ان الموبس ما عاد يترسبنون. طربق طربق. اوه كريبر، هاي مستر كريبر، هاو ار يو؟ راح. اوه سلايم، من وين جو؟ ما علينا، هذا هو هذا هو هذا. لا لا تكفى، خير ما تكسر هذيك الا مي مشكلة. ناخذ هذا طبعا على اللحن ذاك اللي درن 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 درن. خلنا ناخذ. ام سوري على السماجة البايخة. خلنا والله المكان ذا مليان مليان امور رهيبة. برجع لكم يا الكول. خلنا ننور الحين ونضمن ان المكان مظبوط، ونشوف شو وضع السلايم. ويعني والله ان في لابا مرة كثير، بس ابغى اطفي الموية. انا اطفي الموية، اسكر الموية. ايمرالد، في واحد طاح، وش انتحر كله عشان يذبحني وطاح، فيعني يبغالي اكل. خلنا نرجع هنا واكل. والله اوه وخر 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 وخر. لازم اطفي المويه ذي. غث يا شيخ، تعال دفني الكلب. لا 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 تحرقوني، لا تحرقوني، بطيح في النار، بطيح بطيح بطيح. مت يا شيخ، مت، اصبروا. لازم بطفي اللعبة ذي كلها. اوه دايموند. طب خلنا نطفي اللعبة ذي كلها عشان نرتاح. والله اني اشك ان في سبونر هنا، لانهم يترسبنون بشكل مرة كثير. فيعني خلنا ناخذ الايميرالد. وين هذا؟ ايوه نور 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 نور. اتصدقوا اني احتاج شو اسمه، ما عندي بوابة، فيبغالي اسوي لي بوابة. برضو اتأكد ان الدايموند ما تحت لابا، يعني من هيك حكي. والله العظيم المنطقة مرة مليانة لابا. ايش هو اني كسرت اول؟ خلنا نحط كذا كذا كذا. طيب كذا ضبط. الحين كسر الدايموند واحنا مرتاحين. طربك اما حبه حبتين. حلو. ناخذ هنا 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 كذا وكذا وكذا وكذا. جولد. جولد برضو احتاج جولد، ما عندي الا شوي. تذكرون البيتاكس هذا طورناه في حلقة من الحلقات، ما ادري يمكن ثلاثة، ما ادري اربعة، ما ادري والله. الزبدة، خلنا بس نكمل تجميع موارد. ما ادري حلقات التجميع هل هي ممتعة؟ اكتبوا لي الكومنت. ما شاء الله الكومنتات ذي اليومين طالعة كذا يعني مرة رهيبة، درجة ان في مقاطع انا خلاص نسيتها، مقاطع قديمة مرة عندي، عرفتوا؟ وفي ناس لحين يردون عليها. يعني يلا احترق يا حبيبي احترق. مت يا شيخ مت. تعال تعال تعال
نبيك تجي، ابيك تجي يا شيخ. اذا انت رجل تجيني، نعم انت اذا انت كريبر تجيني. اه راح تكسر المكان. طيب احسن فكونا من ذلابة، هو غثيث جدا جدا جدا. نور 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 نور. وش في هنا؟ اوه لا 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 يا حيوان يا حيوان يا حيوان، بموت بموت بموت، خلاص مت 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 مت. لا 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 لا، ما ينفع الكلام هذا يا شيخ. الله وش في لقلق ذا، حتى الصندوق ما يفتح. ايوه لقلقنا اللاق الغبي. بسرعة يا شيخ بسرعة، اغراضنا لا تروح. الحلقة هذه صارت فيها امور مي كويسة، ما ينفع الكلام هذا. طبعا انا اخذت العيون ذي لاني متأكد ان ليل، فابغى اوصل للحفرة حقتي بسرعة بدون ما احد يهجم علي، لان ما معي شيء. والله يا في لاق غريب زي ما تشوفون. الصندوق يلا يفتح، هذه رميتها لي ساعة الحين ما ادري هي انرميت اصلا ولا لا. احيانا ارميها والتفت اشوفها توها تجي، احيانا اخاف اطب في الحفرة وتعود ترجعني هنا. يا شيخ اوف كان مليان موبس، بموت. وش الغباء اللي فيني ذا؟ يا الله مو صندوق ذابي ذا، اخلص علينا يا شيخ. لا تروح اغراضي، وش صار هنا بعد؟ شوف ذي اما كل هذا من لاق. ايش مظبوط والله يا عندي لاق مو كثير ولا اللي بعد الكثير، الكثير. وش ذا اللاق الغريب؟ يو وراح الباكت. تعال يا شيخ عطني عيون. انا اصلا من الغباء طبيت، لو اني رامي العين جوا كان اصرف لي. طيب تعال انت، ترينا بيخرب الشكل او شيء، ف مشكله. اهم شيء اني الحق على الموارد حقتي. اظن رجع الاتصال زبط. طيب حلو. يلا 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 بسرعه يلا بسرعه يلا ارمها. اوه شوي انا بغيت اموت. اوف المفروض ان يكون في لي عيون هنا شيء. معنا معنا احنا بس نلحق على اغراضنا قبل ما تختفي. يا الله والله اني متحسف على اغراضي لو راحت. اوف هذه مشكلة ماينكرافت كذا، لين مت موتة غبية زي ذي وراحت اغراضك. ردد ترجعهم مرة ثانية، لا مو بردد يعني. ايوه يا لبي يا لبي يا اغراضي. الله نلبسكم مرة ثانية وابكي معكم الى الابد. طيب خلنا نحطهم افضل اني انحاش وافضل اني اكمل. لا والله بين بينكم اكمل. هذا فورتشن. يلا كسر 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 كسر. يا اخي كويس يكون عندك فورتشن يعني دايموند مثلا، هذا يعني اكو شيء، ويعني يكون عندك فورتشنات تسليكية زي هذا ستون يعني، ويكون فورتشن يعني يكون شيء حلو. طيب والله في هنا بس بعد شوي بعد شوي هندور اشياء اكثر اهمية يعني، اشياء كذا اميرالد كذا. والله العظيم يا اخي يبيلكم يسكر ذا الموية. ولا اقول لكم شيء، لو اقدر اني اصبر اجرب شيء. نرجع كذا. وش تبي انت وش تبي؟ وخر يا شيخ عني وخر يا شيخ. والله يا انتم غثيثين بعد
كثيرين مرة. يلا يلا موتوا 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 موتوا. طلع الجزر اظن. يلا يلا مت مت يا شيخ مت. وين الجزر اللي عندي اصلا؟ يا هذا. طيب صار دروب قريب كل شيء. طيب خلينا نروح نشوف هناك، خلنا نذبح ذولا بعد. تعال يا شيخ تعال. وينه؟ وين اختفى؟ ها بس مت. وش بعد؟ حلو هنجمع هنجمع. اوف 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 اوف. لا عاد ايه اشو اشو احتاج اللي انا قلت عاد باللاق خلاه بعد ما يتكسر عاد مشكلة. طيب حلو ايش في هنا؟ والله المكان مرة كبير يعني. وينكم؟ كسر 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 كسر. خلنا نجيب لنا اكبر قدر من الاشياء في الحلقة هذه. ويعني في الحلقة اللي نزلت لكم اظن امس، وانا اتكلم فيها قلت ان اليوم الربوع هو المفروض انها تنزل الربوع، بس النت عندي مرة بايخ مرة مرة بايخ، فيعني فما نزلت الا الخميس. لا وفي اخر ليل، مو بني كنت قاعد ارفعها من يوم الربوع، لا لا، بس اني برضه مو طفيت الجهاز، لا هو طفى. تعرفون ذي اللي احيانا يصير فيه تحديث وباقي 4 ساعات ويطفى الجهاز؟ طبعا انا من غباء نتي، انا على بالي انه 4 ساعات خلاص بيمديه خلص التحميل، بس انه ما خلص للاسف. فيعني اطفي انتي تحرقينا. السقف بعيد ما يمديني احط ذي. طب خلنا نحطها من هنا، ان اللافا ذي الغثيثة ومي بتعوق في الذبح على طول تموت. طيب اي صح، تبغوني انزل الامور ذي اللي شي كاستم ماب وزي كذا؟ ما العب ذا الاشياء في العادة. وش ون في زر اسمه شفت؟ اقول لكم انا ما العب الاشياء بالعاده، كاستم مابز وامور زي كذا، بس اذا ودكم اني انزل يعني عندي استعداد، ترى عندي اشكاليه. اكتبوا لي في الكومنت، دائما اقول لكم اكتبوا لي في الكومنت، في ناس صراحه ما يقصرون يعني يكتبون اشياء كثيره. في كاستم مابس كثيرة ومشهورة يعني، مثل اسمها ذيك سكاي بلوك اظن ذي اشهر شيء يمكن، شيء دايموند. فلا تنسون اكتبوا لي يعني الامور هذه، ناخذ دايموند ونختم. اني ما ادري وش اسوي الحلقة يعني، جدا طفش كذا كلها تجميع ما تجميع، وانا ما احب يعني ما احب اقعد اصور وانا اجمع، فهمتوا علي؟ انا احس التجميع جوا كذا مع نفسك. وفي كثير دائما شو اني كسرت من تحت عشان اتاكد ما في لافا. طيب كذا 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 يلا اكسر اكسر. كم طلعنا بحبه اليوم؟ 7. حلو. طيب هذا اللي كان عندي اليوم، لا تنسون لايك كومنت وسبسكرايب. كان معكم اخوكم سعد الدوسري، السلام عليكم.